تعتمد المملكة لهجة التخطيط الإنمائي في رسم خطة سياساتها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية ضمن إطار الخطط الخمسية الشاملة التي حددت في خطة التنمية العاشرة وتوجهاتها على مدى السنوات الخمس المقبلة لعام 1437 إلى العام 1441 للهجرة. كما تضمنت الخطة الإشارة لتحديات كبرى متوقعة وسياسات وبرامج الموارد اللازمة لتجاوزها وتحقيق غايات التنمية وأهدافها. وتشهد المملكة رخاء وتقدما اقتصاديا ملموسا في جميع المجالات التنموية، أنتجت لنا تحسنا ملموسا في جميع مؤشرات التنمية البشرية من مستوى المعيشة والخدمات الصحية والتعليمية والأحوال البيئية، وكذلك إمكانيات التنمية الشاملة المستدامة. وكشفت خطة التنمية العاشرة للمملكة التي وافق عليها مجلس الشورى ورفعت لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعزيز برامج ومشروعات الخدمات الصحية، والتي تتضمن افتتاح مستشفيات جديدة عامة وتخصصية ومرجعية بطاقة 15,000 سرير وتشغيلها خلال سنوات الخطة، والبدء في إنشاء مستشفيات عامة وتخصصية تضم نحو 11,500 سرير، وإنشاء مستشفيات إحلال تضم 1,956 سريرا بهدف بلوغ معدل 3.5 سرير لكل 1,000 نسمة من السكان، وافتتاح 750,000 مركز رعاية صحية أولية، منها 86 مركزا مرجعيا تتوافر فيه خدمات رعاية صحية أولية متكاملة. سعدني في هذا اليوم المبارك أن أقابلكم وأراكم، والحمد لله الآن في بلدنا من كل الكفاءات العلمية والأطباء اليوم خير مثال وطيبات خير على ذلك، فالحمد لله. كنا في السابق مع أخواننا العرب والآخرين يجي أطباء اسمه الدكتور، بعدنا اسمه الدكتور لأن كان لقب الدكتور معنى الطبيب قبل. نتيجة الأمن والاستقرار في بلدنا الحمد لله جعل بلادنا وشعبنا يستفيد من كل كفاءاته. أرجوكم التوفيق، وأنا مسرور جدا لمن ألقاكم، والحمد لله والله يرزقنا شكر نعمته، وأشكركم على هذا، وإن شاء الله دائما نشوفكم على خير وبركة، لكن نشوفكم كأخوان وأبناء مو كأطباء. شكرا. تقع محافظة الطائف على محاذاة جبال الصروات غرب المملكة العربية السعودية على ارتفاع أكثر من 1500 متر عن سطح البحر، وهي البوابة الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، وتربط المنطقة بأربع مناطق أخرى هي منطقة الباحة ومنطقة عسير من الجنوب والجنوب الشرقي ومنطقة الرياض من الشمال ومنطقة المدينة المنورة من الشمال والشمال الغربي، ولذلك فهي تعتبر ملتقى طرق عديدة للحجاج والمعتمرين القادمين من الجنوب واليمن وللقادمين من المنطقة الوسطى والشرقية والخليج. وتعتبر الطائف من أهم المدن السياحية بالمملكة التي يقصدها الزوار والمصطافين من الداخل والخارج. ويتبع لصحة الطائف خمس محافظات هي رنية وتربة والخرمة والمويه وميسان، حيث يلاحظ اتساع الرقعة الجغرافية للمحافظات التابعة لصحة الطائف التي تبلغ مجموع مساحتها 87,633 كيلو مترا مربعا، وتضم 1,969 قرية وهجرة، وهذا يوجب مضاعفة الجهود للوصول للتجمعات السكانية الصغيرة وتقديم الخدمات الصحية لها، وخاصة الخدمات الإسعافية في الطرق الطويلة والتي تكثر فيها حوادث الطرق. وتسعى مديرية الشؤون الصحية بالطائف للسير بخطى سريعة لتواكب الازدهار الحضاري والتنموي الذي تمر به مملكتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله. نطمح أن تكون كل منشأة صحية
في المملكة العربية السعودية، سواء كانت تدار من قبل أجهزة حكومية كوزارة الصحة أو من قبل القطاع الخاص الذي سينمو في المملكة، أن تكون رائدة في مجال خدماتها ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى العالم. وفي هذا الشأن تبنت وزارة الصحة استراتيجية التخطيط العلمي المدروس للارتقاء بالخدمات الصحية، ووضعت لها السياسات والخطط القصيرة والطويلة المدى لتحقيق الأهداف المنشودة في كل ما من شأنه تطوير وتنظيم الأداء المهني الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة. وزعت أعداد الأسرة بمستشفيات محافظة الطائف التابعة لوزارة الصحة والبالغة 2240 سريراً على 13 مستشفىً بالمحافظة على النحو التالي: مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بسعة 500 سرير، مجمع الملك فيصل الطبي بسعة 500 سرير، مستشفى الصحة النفسية 670 سريراً، مستشفى الأطفال 120 سريراً، مستشفى ميسان 50 سريراً، مستشفى القريع بني مالك 50 سريرا، مستشفى السحن 50 سريرا، مستشفى رنيا العام 50 سريرا، ومستشفى ترب العام 50 سريرا، ومستشفى الخرم العام 50 سريرا، ومستشفى المويه العام 50 سريرا، ومستشفى ظل 50 سريرا، ومستشفى قيا 50 سريرا. وبلغت أعداد الأسرة في المستشفيات الخاصة 492 سريرا، موزعة على مستشفى العدوان العام 160 سريرا، مستشفى النهضة 120 سريرا، مستشفى الأمين 132 سريرا، مستشفى الحسن 77 سريرا. المراكز المختصة تشكل إحدى الصروح الطبية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات التخصصية لسكان المحافظة، ويبلغ عددها 6 مراكز، وهي على النحو التالي: مركز الأسنان، ومركز الطب الشرعي، والمختبر المركزي، وبنك الدم، ومركز السكر، ومركزان للكلى. وبلغت أعداد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر المحور الرئيسي في النظام الصحي والمستوى الأول لاتصال الفرد والأسرة والمجتمع بالنظام الصحي الوطني. كيف غسيلك يا محمد في البيت؟ إن شاء الله مرتاح؟ كويس الحمد لله. قديش تدخل المحلول وقديش أسحب منك؟ أدخل 2 لتر من المحلول وأسحب من 2.5 إلى 3 لتر. الموارد البشرية بصحة الطائف. تم استحداث إدارة تخطيط القوى العاملة عام 1435 للهجرة، والتي تتبع تنظيميا للمساعد للتخطيط والتدريب، ومهمتها الأساسية هي معرفة الاحتياجات الحقيقية من القوى العاملة من خلال تحديد أنواع الوظائف المطلوبة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وتحديد أنواع وأعداد التخصصات المطلوبة من كل نوع من الوظائف حسب المعايير القياسية والمخزنة في برنامج معلومات متقدم، والذي يربط قاعدة بيانات شؤون الموظفين وقاعدة بيانات التشغيل الذاتي، وبالتالي مقابلة النقص ومعالجة الفائض حسب ضرورات العمل، مما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتفادي المفاجآت المربكة. وأيضا هناك المؤتمرات العالمية السنوية التي تقيمها صحة الطائف، وهي مؤتمر أمراض القلب والذي يقام منذ 20 عاما، مؤتمر داء السكري والذي يقام منذ 10 أعوام، ومؤتمر أمراض الجهاز الهضمي، ومؤتمر مستجدات المختبرات المقام منذ 6 أعوام، ومؤتمر الأطفال المقام منذ 2، والمؤتمر 17 لطب الطوارئ، ومؤتمر الأمراض الوراثية، وندوة الجمعية السعودية لطب الأسنان. كما حصلت المراكز التدريبية على الزمالة في 4 مستشفيات والدبلوم في 4 مراكز تدريبية، وهي أولاً مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي والمعترف به في 4 تخصصات للزمالة السعودية: الباطنية والجراحة والنساء والولادة والأشعة، حيث ولله الحمد تم تخريج أول دفعة في الجراحات الباطنية. 2 مستشفى الملك فيصل والمعترف به في تخصص الباطنية للزمالة السعودية وحاصل على الاعتراف العام. 3
مستشفى الأطفال والمعترف به في تخصص الأطفال للزمانة السعودية. 4. مستشفى الأمراض النفسية والمعترف به في تخصص النفسية للزمانة السعودية. 5. البرنامج المشترك لطب الأسرة. 6. برنامج دبلوم طب الأسرة المعترف به في 4 مراكز تدريبية. 7. البرنامج التدريبي المطور لتخطيط المخ والأعصاب في مستشفى الصحة النفسية. البرنامج التدريبي للإنعاش القلبي الرئوي والذي أسهم بشكل فاعل في تدريب العاملين في القطاع الصحي من الفئات الطبية والغير طبية على المبادئ الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي والمبادئ المتقدمة للإنعاش القلبي. وبلغ عدد القوى العاملة التي تم تدريبها وإفادها من مديرية الشؤون الصحية بالطائف 21,532 متدرب من الممارسين الصحيين أطباء وتمريض وفئات صحية أخرى إضافة إلى فئة الإداريين. كما بلغ عدد الموفدين والموفدات للدراسة بالداخل والمبتعثين للدراسة بالخارج 65 موفدا وموفدا. الأهداف الاستراتيجية لصحة الطائف عام 1436 إلى عام 1439 للهجرة. قامت الشؤون الصحية بالطائف ومن خلال إدارة التخطيط والتدريب ولجنة إعداد الخطة بوضع خطة استراتيجية قصيرة المدى تمتد لثلاثة أعوام من عام 1436 إلى عام 1439 للهجرة، واضعة الرؤية والرسالة والأهداف. فالرؤية هي الريادة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة حسب معايير الجودة الحديثة خلال السنوات الثلاث القادمة، والرسالة وجود مؤسسة رائدة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة وقائية وعلاجية لأهالي محافظة الطائف وزوارها بأيدي عاملة ومدربة بأحدث التقنيات والتجهيزات الحديثة، آخذين بالحسبان التوزيع العادل للخدمات ومراقبة أداء المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية، التي تم وضع الأهداف المختلفة والمحددة لكل إدارة من تلك الإدارات والبالغة 55 إدارة، وتحديد المدة الزمنية اللازمة للوصول لنسبة إنجاز محددة من الهدف لتحقيقه حسب المؤشرات حتى نستطيع تحقيق شعار الصحة للجميع. أرقام وإحصائيات. بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة ضمن خطط الاستحداث والإحلال للمراكز الصحية في عام 1430 للهجرة 105 مراكز، وفي عام 1436 للهجرة بلغت 121 مركزا صحيا، وسيرتفع العدد في نهاية عام 1439 للهجرة إلى 159 مركزا صحيا. بلغت أعداد المستشفيات في عام 1436 16 مستشفى، وفي عام 1439 19 مستشفى بزيادة متوقعة 3 مستشفيات، وبعد 5 سنوات بمشيئة الله سيتم اعتماد 3 مستشفيات، وليشكل ذلك نقلة نوعية بزيادة عدد الأسرة المخصصة للمرضى بالمحافظة، حيث بلغت أعداد الأسرة عام 1436 ما يقارب 2240 سريرا، وفي عام 1437 ما يقارب 2640 سريرا، وفي عام 1439 للهجرة ما يقارب 3770 سرير، بزيادة متوقعة في عام 1439 ما يقارب 1130 سرير. الخطة التطويرية للمستشفيات والمراكز المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية، وتشمل الخطة التطويرية للمستشفيات والمراكز المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية للمشاريع التي تم اعتمادها وتنفيذها وتحت الاستلام والتشغيل من المستشفيات والمراكز التخصصية، وهي على النحو التالي: مشروع مستشفى أم الدوم بسعة 50 سرير تم استلامه وقيد التشغيل، مشروع مستشفى المحاني بسعة 50 سرير تم استلامه وقيد التشغيل، مشروع برج النساء والولادة بسعة 300 سرير تم استلامه وقيد التشغيل،
ليبلغ مجموع أسرتها مع التشغيل 400 سرير. وهناك المشاريع التي تم اعتمادها وسيتم تنفيذها خلال 5 أعوام القادمة، وتشمل إنشاء مستشفى الحوية بسعة 100 سرير، إنشاء مستشفى الأطفال بسعة 300 سرير، إنشاء مستشفى الخرمة بسعة 100 سرير، إنشاء مستشفى رنية بسعة 100 سرير، إنشاء مستشفى تربة بسعة 100 سرير، إنشاء مستشفى الصحة النفسية الجديد بسعة 500 سرير، ليبلغ عدد أسرتها عند التشغيل 1600 سرير. وهناك المراكز التخصصية التي تم اعتمادها وتشمل مركز للأسنان ومركز للقلب والقسطرة. وقد قامت الشؤون الصحية بالطائف ضمن خططها المستقبلية بوضع خطة لإقامة عدد من المشاريع والرفع بها لوزارة الصحة لاعتمادها، وتشمل إنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى صيادة مع الإشراف والسكن بسعة 200 سرير، إنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى عشيرة مع الإشراف والسكن بسعة 200 سرير، إنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى جنوب الطائف مع الإشراف والسكن سعة 200 سرير، إنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى السير الكبير مع الإشراف والسكن سعة 200 سرير، إنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى مركز طب العيون مع الإشراف والسكن سعة 200 سرير، إنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى النقاهة مع الإشراف والسكن سعة 200 سرير، إنشاء مركز الدرن بسعة 100 سرير، إنشاء وتجهيز مبنى للطب الشرعي، إنشاء مركز للتدريب والابتعاث، إنشاء مبنى للصيانة والنقل والحركة، إنشاء وتجهيز وتأثيث مركز التأهيل الطبي سعة 100 سرير، إنشاء مبنى لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، إنشاء مطبعة مركزية بصحة الطائف، إحلال مستشفى القريع بني مالك سعة 100 سرير، إنشاء المراكز الصحية للمراحل من 5 إلى 9، تطوير البنية التحتية وتجهيز الأنظمة بمستشفيات صحة الطائف وإعادة تأهيل المستشفيات القائمة، وإنشاء مركز طب الأسنان التخصصي برنية عدد 25 عيادة، إنشاء مركز السكر بالحوية، إنشاء مركز الكلى الصناعية بالحوية. الخدمات الطبية في مستشفيات صحة الطائف. وشكلت الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات المحافظة والمستشفيات الطرفية أرقام كبيرة تمثلت في التالي: تم تنويم 74,126 مريضاً سعودياً، كما تم تنويم 9,897 مريض غير سعودي. وراجع أقسام العيادات الخارجية 625,247 مراجع سعودي، كما راجع العيادات 48,079 مراجع غير سعودي. وقدمت المستشفيات خدمات الإسعاف والطوارئ 1,084,190 مريضا سعوديا، كما قدمت خدمات الإسعاف والطوارئ 90,137 مريض غير سعودي. وأجرت أقسام العمليات بالمستشفيات 15,672 عملية جراحية. وبلغت أعداد الفحوص المخبرية التي أجريت على المرضى 80,033,009 فحوصات. قام بنك الدم بصحة الطائف بدعم المستشفيات وبنوك الدم بالحد الجنوبي بما يزيد عن 1,300 وحدة دموية. البرامج الطبية في الشؤون الصحية. تطلع صحة الطائف بدور بارز في تفعيل البرامج الطبية لوزارة الصحة من خلال الفرق الطبية والكوادر المتميزة والتي تقوم على تنفيذ تلك البرامج بجودة وكفاءة عالية. برنامج الطب المنزلي. نظراً لتنامي الطلب على الخدمات الصحية في محافظة الطائف وإشغال الأسرة بحالات لا تستدعي البقاء في المستشفيات، فقد أطلقت الشؤون الصحية برنامج الطب المنزلي بهدف خدمة المرضى في منازلهم بدلاً من حضورهم إلى المستشفيات وتنويمهم. وبلغ مجموع عدد المرضى المسجلين منذ بداية تنفيذ البرنامج ما يقارب 2,957 مريض، وسط تقبل ملحوظ من المرضى وذويهم لفكرة هذا البرنامج. وبلغ عدد الزيارات المنفذة خلال عام 1436 للهجرة 11,060 زيارة، ومجموع عدد الزيارات التي تمت منذ تطبيق البرنامج هي 41,942 زيارة. وتشارك في هذا البرنامج 18 فرقة من 9 مستشفيات، هي مستشفى الملك عبد العزيز بخمس فرق، ومستشفى الملك فيصل خمس فرق، ومستشفى الأمراض النفسية فرقتين، وميسان والسحن وتربة وقيا والقريع
ورنيا فريق لكل مستشفى، وتقوم فرق الطب المنزلي بزيارة مجدولة للمرضى في منازلهم من أجل التقليل من بقاء المرضى في المستشفيات، مما يسهم في وجود أسرة شاغرة لتنويم الحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويسهم في مغادرة المرضى في نفس اليوم وبقائهم مع أسرهم في المنازل، وبالتالي انعكاس ذلك بشكل إيجابي على الروح المعنوية للمرضى. كما أن البرنامج يسهم أيضا في التقليل من التكاليف المالية نظرا لمغادرة المرضى في نفس اليوم دون الحاجة إلى البقاء في المستشفيات لعدة أيام. برنامج الفريق الاستشاري الزائر للمستشفيات الخارجية، لقد تم استحداث برنامج زيارة الفريق الاستشاري للمستشفيات الطرفية حرصا من الشؤون الصحية على تقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة وإيصالها إلى المرضى حيث كانوا، وللتخفيف من معاناة تحويلهم إلى مستشفيات الطائف من خلال لجان استشارية تتكون من استشاريين من داخل مستشفيات الطائف في مختلف التخصصات لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمستشفيات الطرفية. والفريق يتكون من التخصصات المختلفة مثل الجراحة العامة والباطنية والنساء والولادة والأطفال. وحقق البرنامج عدة أهداف، منها تخفيف معاناة المرضى وذويهم بسبب السفر والتنقل ومواعيد الانتظار لإجراء العمليات، وتخفيف الضغط على مستشفيات محافظة الطائف، تدريب العاملين بالمستشفيات الطرفية على العمليات الجراحية واكتساب الخبرة ومناقشة الحالات ومتابعتها وتحضيرها. وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في تخصصات النساء والولادة والباطنة والأطفال 2592 عملية. برنامج إدارة الأسرة، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير السرير للمريض بكل يسر وسهولة في الحالات الطارئة والروتينية، بما يضمن فعالية استخدام السرير الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية والتأكد من جودة إدارة وتشغيل الأسرة، مما يؤدي إلى خفض نسبة الإشغال وتوفر الأسرة للمرضى والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. برنامج الزواج الصحي، لقد تم فحص جميع المقبلين على الزواج في المنطقة خلال عام 1436 للهجرة، ما يقارب 16972 مراجع، وتم الكشف مبكر عن 185 حالة إيجابية من الأمراض المعدية المشمولة بالفحص، واكتشاف 298 حالة إيجابية من أمراض الدم الوراثية. وقد بلغ عدد المراجعين منذ بداية تطبيقه من عام 1425 وحتى نهاية عام 1436 ما يقارب 195321 مراجع. برنامج الإشراف الدوائي، يعتبر هذا البرنامج من البرامج المهمة التي تهدف إلى سلامة الدواء ووصوله بشكل آمن للمستفيد، ويهدف هذا البرنامج إلى التأكد من توفر جميع الأدوية بالمستشفيات والمراكز الصحية، والتأكد من قيام الأطباء بكتابة الأسماء العلمية بالوصفة الطبية. برنامج الفحص المبكر عن الأمراض الوراثية والأيضية، يتم فحص المواليد عن 16 مرض أيضي ووراثي ومتابعة الحالات الإيجابية وتحويلها إلى عيادة الأمراض الأيضية بمستشفى الأطفال والتنسيق مع مستشفى ملك فيصل التخصصي. برنامج علاقات المرضى، لقد تم استحداث برنامج علاقات المرضى في المستشفيات الكبيرة بالطائف من خلال إنشاء إدارات متخصصة في هذا الإطار، ويهدف البرنامج إلى التواصل مع المراجعين للعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ وتذليل الصعاب التي تواجههم، وكذلك التواصل بين الطبيب والمعالج وذوي المريض، إضافة إلى رصد ملاحظاتهم والعمل على دراستها بشكل يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في جميع الأقسام. وقد تم تخصيص عدد من الموظفين والموظفات في الأقسام المختلفة لتفعيل البرنامج بالشكل المطلوب الذي أنشئ البرنامج من أجله. برنامج الطب الاتصالي، حيث أن البرنامج يهدف إلى طلب الرأي الطبي الثاني كإعادة صرف الدواء وإعداد مواعيد المرضى وإحالة المرضى من وإلى المستشفى التخصصي بالرياض وطباعة تقارير المرضى والتعليم الطبي المستمر والتحاليل المخبرية. برنامج الرضاعة الطبيعية، تشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيق أحكامها، ولقد تم التطبيق على مستشفى النساء والولادة وخمس مراكز صحية هي مركز السحيلي وليه والوشحة وعودة والعقيق، لتكون صديقة الطفل وجاري التوسع في التطبيق على جميع المنشآت الصحية. برنامج إدارة الطوارئ والخدمات الإسعافية، تعتبر إدارة الطوارئ والأزمات القلب النابض الذي يعمل على مدار الساعة،
حيث وزعت الشؤون الصحية خلال عام 1436 عدد 20 سيارة إسعاف جديدة عالية التجهيزات على المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، وذلك في إطار تطوير النقل الإسعافي والحرص على دعم المرافق الصحية بما تحتاجه من التجهيزات، كما روعي في توزيع السيارات حجم العمل في المرافق الصحية وبعدها عن المستشفيات المرجعية ومواقعها. وتحتوي سيارة الإسعاف الجديدة على كافة التجهيزات الطبية المتطورة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين أثناء نقلهم عبر سيارات الإسعاف، كما تم دعم مستشفى الملك فيصل بسيارة إسعاف عبارة عن عناية مركزة ذات مستوى عالي ومتقدم. تجدر الإشارة إلى أن أسطول سيارة الإسعاف في مختلف المراكز الصحية والمستشفيات وصل إلى 157 سيارة. برنامج إحالتي، وهو برنامج تنسيق الإحالات، يعتبر برنامج إحالتي الإلكتروني من البرامج المهمة التي أسهمت في خدمة المرضى والمصابين من خلال القيام بعمليات تحويل المرضى إلكترونياً إلى المكان المطلوب بأسرع وقت. كما يمتاز برنامج إحالتي بإمكانية متابعة الحالات ورفع الملفات والتقارير الطبية بشكل إلكتروني، إضافة إلى إمكانية تصعيد الحالات المتأخرة قبولها إلى المسؤولين في الشؤون الصحية أو الوزارة لاتخاذ الإجراء المطلوب بشكل سريع. ولقد تم خلال عام 1436 هجري عمل عدد 14381 عملية التحويل، وبلغ مجموع عدد الإحالات منذ بداية تطبيق البرنامج عدد 41596 عملية تحويل عبر البرنامج بين مختلف المستشفيات الحكومية. جائزة الطائف للأداء الحكومي، حصلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف المركز الأول في الفئة الأولى بمشروع جائزة الطائف للأداء الحكومي. المستشفيات والمراكز الصحية الحاصلة على شهادات الجودة الأمريكية GCI، مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي ومركز صحي وسط المدينة. المستشفيات والمراكز الحاصلة على شهادات السباهي، مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، مجمع الملك فيصل الطبي، المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، مركز صحي الوشحة، مركز السكر، إدارة المختبرات وبنوك الدم وبرنامج الجودة الخارجية للعينات القياسية في المختبرات الحكومية. وتقوم إدارة المختبرات وبنوك الدم بمحافظة الطائف بالإشراف ودعم كافة المختبرات، المختبر الإقليمي ومختبرات المستشفيات ومستشفيات التشغيل الذاتي تابعة للوزارة، مختبرات الصحة العامة، مختبرات الرعاية الصحية الأولية وبنوك الدم بقوى العاملة والمؤهلة والتجهيزات اللازمة لإجراء الفحوصات بأحدث وأدق التقنيات، حيث تم الحصول على 100% في تطبيق معايير الجودة الأيزو في أعمال إدارة المختبرات وبنوك الدم وبرنامج الجودة الخارجية للعينات القياسية. اعتماد مبنى بمساحة أكبر وبتجهيزات أعلى ليكون مختبرا إقليميا. الفحوصات الهامة التي أجريت في مختبرات مستشفيات صحة الطائف، لقد بلغت الفحوصات التي أجريت في مختبرات مستشفيات صحة الطائف 5,998,515 فحصا في أمراض الدم والكيمياء الحيوية والسموم والكيمياء الشرعية والهرمونات والفيروسات للمرضى والفيروسات للمتبرعين والتفاعلات المصلية والمناعة والبكتيريا والطفيليات والتشريح النسيجي والباثولوجيا الخلوية وفحوصات خدمات نقل الدم. بنك الدم المركزي بمحافظة الطائف وبرنامج الجودة الخارجية، لقد تم تحقيق المركز الأول على مستوى بنوك الدم المركزية، وذلك في برنامج الجودة الخارجية الكاب في المرحلة الأولى، وذلك لجهاز التانجو، وقد بدأ تطبيق هذا البرنامج ابتداء من العام الحالي. إجمالي عدد المتبرعين بالدم بالمختبرات في صحة الطائف بلغ 8,040 متبرع. طب الأسنان وبرنامج طب الأسنان الوقائي، إجمالي عدد عيادات الأسنان بمراكز الرعاية الصحية الأولية بصحة الطائف حالياً 80 عيادة، أي نسبة المراكز الصحية التي يوجد بها عيادة أسنان وهي 66% من مجموع المراكز الصحية. وتم تطوير مستوى الأداء في مجال خدمات طب الأسنان من خلال استحداث عيادة زراعة الأسنان بمركز طب الأسنان التخصصي، وكذلك تم استحداث وإحلال العديد من عيادات الأسنان. ثانيا، في مجال الموارد البشرية، لقد تم تدعيم مركز طب الأسنان التخصصي بخدمات استشاري زراعة أسنان وعدد من الإخصائيين وعدد 33 طبيب
وطبيبة أسنان سعودي بمركز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. ثالثاً، في مجال التخطيط والتدريب، تم عمل دورات مكثفة لفئة أطباء الأسنان والفنيين والتمريض، اشتملت على التعريف بالسياسات المتبعة واللائحة التنظيمية لخدمات طب الأسنان وسبل مكافحة العدوى في عيادة الأسنان وكيفية معالجة مرضى الأمراض المزمنة في عيادة الأسنان. الاستمرار في برنامج طب الأسنان الوقائي للمدارس، عيادة طب الأسنان المحمولة للسنة الخامسة على التوالي، وتم استهداف معظم مدارس المحافظة من بنين وبنات، إقامة عدد من المحاضرات بسجون الطائف والخرمة وتروة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وتدريب منسقي الجودة بالأقسام المختلفة للمركز بالتنسيق مع إدارة ضمان الجودة بمديرية الشؤون الصحية، إشراف مركز طب الأسنان التخصصي على تدريب عدد 24 طبيباً وطبيبة من أطباء الامتياز وعدد 15 فني وفنية أسنان. الصحة الإلكترونية، أقامت الصحة الإلكترونية بصحة الطائف بإنجاز الأعمال التالية: ربط إدارات المديرية والمستشفيات الداخلية والخارجية بالوزارة عن طريق دوائر الاتصال السريع، إنشاء شبكة حاسب آلي بمباني المديرية، المختبرات، الحركة، الصحة العامة، الأطفال، إدارة مكافحة الأمراض المعدية، إنشاء بريد إلكتروني لجميع إدارات المديرية والمستشفيات الداخلية والخارجية، تشغيل أنظمة الوزارة بإدارات المديرية والمستشفيات الداخلية والخارجية، تشغيل أنظمة الوزارة عن طريق سيتريكس للإدارات التي خارج مبنى المديرية، المشاريع الجديدة والتطويرية، ربط المستشفيات الخارجية إلكترونياً، الاستفادة من مشروع الصحة الإلكترونية، البدء في إنشاء البنية التحتية لنظام الأشعة الرقمية الباكس بمستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي وبعض المستشفيات الخارجية وإدارات المديرية. الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مما لا شك فيه أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وتشمل خدمات وقائية وعلاجية وتطويرية وصولا إلى مجتمع من الأصحاء بإذن الله، والذي هو الثروة الحقيقية للبلاد. وتم اعتماد المسمى الشامل للرعاية وهو الصحة العامة، ولقد تم ربط جميع أقسام إدارات الصحة العامة بالنظام الإلكتروني للاتصالات، وقام قسم الصحة الإلكترونية بإنجاز العديد من البرامج الإلكترونية لتنظيم المعلومات الإدارية والفنية والقرارات. أنشطة وخدمات المراكز الصحية، بلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية بصحة الطائف 2,048,538 مراجع في عيادات الأسنان والأمراض والحوامل والرعاية. نحن في وزارة الصحة بدورنا ندرك أعمق الأدراك واجبنا تجاه توفير متطلبات حماية صحة كل مواطن إلى المستوى الذي ينشده ويستحقه، فذلك لن يدع فرصة لشيء ليقف في وجه نجاح زملائي في وزارة الصحة بإذن الله. وبالرغم من أن توفير أفضل مستويات العلاج والتداوي يعد هدفاً أساسياً لا يمكننا التهاون فيه في وزارة الصحة، إلا أن التحول الاستراتيجي الذي نقوم به في القطاع يقتضي أيضاً أن نركز في المقام الأول على الوقاية ونحافظ على صحة المواطن في الأساس، فلا نحوجه للعلاج والدواء بإذن الله. وأخيراً، تسعى الشؤون الصحية بكل طاقاتها للوصول لرؤيتها المنبثقة من رؤية ورسالة وزارة الصحة للخطة 50.